بالنسبة لتشكيلة منتخب موريتانيا، خيارات المدرب مارتينز: للمرمى إبراهيم سليمان، 2 مصطفى دياو، 5 سيدي محمد بلال، رقم 4 محمد واد، 15 عمر مانغان، 14 محمد اللهي، 8 الحسن تيجيدي، 18 الحسن الثانية. بعد مشاركة أولى نتابع هذه الكرة والإمكانية لمنتخب موريتانيا. التسديد، التسديد من الحسن تيجيدي، ما كانتش بعيدة على مرمى أكرم الهادي. إمكانية للمنتخب الموريتاني، ترجع له من جديد الشيخ مولاي، يفتح الزاوية، التسديد، مرة أخرى التسديد، مرة أخرى التسديد، بعد تسديدة الحسن تيجيدي تأتي تسديدة الشير والانطلاقة ولاء الدين موسى. عرضية كرة بعيدة، بعيدة، لا هي التسديدة ولا هي توسيعها من ولاء الدين موسى. منطقة الجزاء لبوبكر باجيلي، العرضية كرة خطيرة بالراس وتألق من أكرم الهادي، كرة بالراس وإمكانية لافتتاح التسجيل للمنتخب الموريتاني. يتألق أكرم الهادي، يتحول استغلال مثل هذه الكرات الثابتة، التنفيذ، كرة في القائمة الثانية، خطيرة، خطيرة، كرة، خطيرة، كرة، رغم أن الزاوية كانت مغلقة، يتمكن من التسديد سيدي محمد بلال وكورتو نصر الدين شاغيل. طاهر الحاج خطأ في عملية إعادة الكرة والتدخل مرة أخرى، أكرم الهادي ممتاز، أكرم الهادي ممتاز، خطأ من طاهر الحاج، يعيد الكرة لعمر سليمان، يضع بوبكر كرواتي لاجاروسيتش يحاول يتعامل مع هذه المعطيات. هذه كرة إمكانية، الموريتاني يسيطر، منتخب السودان هو من يسجل ويفتتح التسجيل في هذه المباراة. قلت يحاول يتعامل مع معطيات المباراة. الكرواتي سترافكو لاجاروسيتش ترك المبادرة للمنتخب الموريتاني واستغل المساحات. من مواليد قرة شامبي 2000، من بين الأسماء الواعدة في تشكيلة منتخب السودان. ضعيفة تسديد التاجي، سهلة في دين أكرم الهادي. منتخب الموريتاني إمكانية، مصطفى دياو يرفع كورة، دياو طنجي، ومرة أخرى أكرم الهادي، أكرم الهادي مع أبو بكر باتشيلي. حل الشيخ مولا أحمد، إمكانية للتسديد، لا إخارة على قصير الحسن ديوب، والتسديد عرضية بعيدة، التوسيع عرضية من مصطفى دياو، ترجع كورة من جديد حسن دياب، تانجو، قوية، قوية التسديدة لكن لم تكن مؤثرة. بوبكر باشيلي جرب تقريبا كل الحب. محمد إلهي، مراوغة ممتازة، يبعث على محمد بشير، والتسديدة بعيدة عن، يحط كورة خطيرة لمولاي أحمد خليل، عرضها والتدخل من الدفاع، التدخل من الدفاع، تنفيذ الكرة الثابتة، يرفع في القائم الأول، ترجم الحسن دياب، كرة ثانية، الطاهر الحاشة، والتسديد، هناك كرة دائما للمنتخب الموريتاني، 55%، 15 تسديدة لموريتانيا وثلاثة للسودان، والتسديد، هذه كرة، الثاني يلغي الحكم، مسبوق بالتسلل، الثاني انطلقت كرة، سيف الدين مكي. استلام من معاذ عبد الرحيم، التسديد في دين اب، هل يفعلها المنتخب السوداني وينجح في اضافه الهدف الثاني ينهي المباراه؟ معاذ عبد الرحيم، معاذ عبد الرحيم بتسديده مباغته، فريق التونسي صدق السلمي مشترك كرام، ينهي حوار السودان موريتانيا بانتصار المنتخب السوداني 1-0، هدف ولاء الدين موسى في دقيقة 30.